لا تتضجر، أرجوك لا تحزن، ترى وراء كل بلاء بشرى، بشرى من الله تنتظرك. شوف، مريم عليها السلام كانت تتمنى الموت عندما بشرت بعيسى. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهذا الذي تتمنى الموت قبل أن تراه نبي يحمل اسمها عيسى بن مريم. شوف المواقف التي تتمنى فيها الموت ممكن هي انطلاقة لحياتك، بداية حياتك الحقيقية.